كابتن الاهلي وتعادله سلبيا في مباراه شبيبه القبائل، او انا اسف شباب بلوزداد، شفته ازاي في ظل ان اداء الاهلي لم يكن جيدا في هذه المباراه من وجهه نظر كثير من الجمهور الاهلي؟ بس ده طبيعي يا كابتن اسلام، انت عارف ان احنا بقالنا فتره قد ايه من ساعه توقف بطوله افريقيا. صحيح. ومجموعه من اللعيبه اللي كانت حتى اللي كانت مع المنتخب، لو اتكلمنا مثلا حتى في لعيبه كتير ما لعبتش، يعني لو اتكلمنا في تشكيل النادي الاهلي في المباراه دي في ناس كتيره ما كانتش موجوده بقالهم فتره طويله جدا، بس اللي كان بيلعب بطوله ممكن معلول لعب مباراه في بطوله افريقيا، محمد هاني لعب مباراتين، لكن التشكيل كله مع غياب بيرسيتاو لا، معظم 70% من النادي الاهلي مش موجود، بقالهم كتير جدا ما لعبوش، حوالي مثلا 40 يوم، وده طبيعي فورمه المباراه لسه ما جاتش. كنت اتمنى ان احنا ناخد جوله او في الدوري العام قبل ما نلعب المباراه دي، كان شكل اللعيبه هيفرق، شكل اللعيبه كان في الملعب، كان العامل البدني وفورمه المباراه كانت مختلفه، لكن الحمد لله طلعنا من المباراه اللي احنا عايزينه. نقطه مهمه جدا في ملعب في الجزائر، الحماس القوي جدا للفرقه اللي هي برضو هم عايزين ياخدوا 3 بونت، عايزين يبقوا في المركز الاول، احنا بنحافظ على الاقل، احنا بنيجي نلعب في ماتشات زي دي نقول للعيبه لو ما كسبناش ما نخسرش، يعني بتحافظ على الفرق البونت 6 بونت، دلوقتي عندنا جولتين ان شاء الله نقدر نجمع فيهم نقط كويسه ونبقى في المركز الاول ان شاء الله. كابتن اسلام، مباريات يعني صعبه، هي ليه قبل الماتش ده كانت الناس رايحه بفكره ان الماتش ده سهل؟ ما اعرفش ليه، مع اننا تعادلنا في الجوله اللي كنا لسه من قبل البطوله الافريقيه، شفنا الفرقه طبعا محترم. اقل مننا فنيا وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت ماتش يعني مش اقل مننا فنيا يبقى ماتش سهل. لا طبعا، انت شفت بطوله افريقيا دلوقتي يا كابتن، البطوله قبل اي مباراه دلوقتي خلاص مفيش، مش كل فرقه فيها ميسي ورونالدو عشان تحس ان الفرقه هتكسب اي حد بالظبط، يعني فالمباراه اي مباراه دلوقتي انت مش عارف مين هيكسب مين. لكن طبعا النادي الاهلي بطل افريقيا، اي مباراه بيلعبها جمهوره واثق ان النادي الاهلي هيكسب اي حد. لا والفرقه اللي بتلعبك طبيعي، لكن فرقه الجزائر شباب بلوزداد فرقه محترمه قدام جمهورها، لا طبيعي جدا المباراه تبقى بالشكل ده. طبعا من خلال المباراه اكيد من خلالك وبشكر مصطفى شوبير، قدم مباراه على اعلى مستوى، وده اللي كنا احنا منتظرين منه، دوره بالظبط وكنا منتظرين منه ده، وده اللي خلى يعني اولا ثقه مجلس الاداره، ثقه جمهور النادي الاهلي في مصطفى ان هو ياخد فرصته، وان شاء الله نتمنى له التوفيق المباراه اللي جايه كمان ان شاء الله. لكن الشوط الاول تحديدا في هذه المباراه انت شفته ازاي من الناحيه الفنيه؟ اكيد كان في الفرقتين في تحس ان جس النبض في اي مباراه 10 دقايق بس، تحس ان الشوط كله كان جس نبض كله قلقان، الفرقتين مش بيفكروا انه يكسبوا، لا الفرقتين خايفين يخسروا، ودي اي مباراه اي فرقتين بيبقوا خايفين يخسروا تحس ان مفيش مجازفه شويه. الشوط الاول بالذات ما كانش فيه مجازفه شويه هجوميه، بس يقول لك مجازفه ايه، ما انا لاعب بطاهر وحسين لا مفيش مجازفه في اللعب، اللعيب نفسه اللعيب نفسه في الملعب في الملعب قلقان ان هو يفتح خطوطه، اللعيبه في الملعب قلقانين يفتحوا قوي، فتحس ان الطابع الدفاع جوه المباراه اكتر شويه من الطابع الهجومي. اوكي، فده اللي بان اولا لعيبه النادي الاهلي وبان برده على شباب بلوزداد. الشوط الثاني حصل تحرر شويه، يعني ايه، بدا خلاص فرقه شباب بلوزداد بالذات عايزه تضغط، عايزه تلحق ال 45 دقيقه تحاول تجيب جون، النادي الاهلي راح بكام هجمه مرتده، لكن المباراة وصلت للنتيجة اللي هي العادلة للمباراة، أنا شايف مفيش حد كان يستاهل إنه يكسب، هي المباراة عادلة بالنسبة للفرقتين التعادل. ولكن في النهاية شباب بلوزداد قدم مباراة، يعني حتى لما تيجي تبص على الأرقام هتلاقي إن هم طبعًا فرصهم كانت أكتر بان، وكانوا متفوقين في بعض الأوقات، وده طبيعي تلعب مباراة على خارج ملعبك، تلعب مباراة قدام جمهور قوي جدًا بيدعم فرقته، ده طبيعي. المهم انت الفرق الكبيره ازاي تحافظ، عندك برضه غيابات كثيره اكيد، يعني انت عندك مجموعه كبيره من الغيابات، بنتكلم عن بيرسيتاو، بنتكلم 11 لعيبه كتير جدا لو اتكلمنا فيهم كتير جدا، لكن يعني لو رجعوا الماتش اللي جاي يعني طبعا مدياما مدياما برضه حاجه ثانيه خالص، يعني انت 11 لعيب عندك كتير، اكيد طبعا اكيد، احنا اول مره نشوف نص ملعب النادي الاهلي بالشكل اللي بيلعب مروان واكرم وامام عاشور، مثال الثلاثه اول مره لعبوا جنب بعض، اول يعني مره اكرم اللي دخل اكرم بالظبط، عشان كده اول مره بالظبط بالظبط كده، فاول مره الثلاثه لعبوا جنب بعض. لكن انا شايف ان كل واحد ادى دوره، زي ما بقول لك هي بس فورمه المباراه مع رجوع اللعيبه ان شاء الله المباراه اللي جايه ان شاء الله شكل النادي الاهلي بيختلف باذن الله.